فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب إلى مسند الدارمي، ويبقى عندنا الموطأ والبخاري وأيضا المغني. هذا يكون إن شاء الله بعد يعني الوقف. مسند الدارمي، إلى مسند الدارمي. قال المصنف: أخبرنا بشر بن الحكم، حدثنا عبد الله بن الرجاء عن هشام عن الحسن قال: كانوا يقولون موت العالم ظلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. آمين. وقال أخبارنا، وهذا سند صحيح، قال أخبرنا يوسف بن موسى، حدثنا إبراهيم بن موسى أبانا محمد الحسن الصنعاني، حدثنا منذر وابن النعمان عن ابن وهب أو عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة سنة أو ما بقي من عمره. وهذا إسناد صحيح أيضا، وتفرد بإخراج الدارمي. عليكم السلام وبركاته. وقال المصنف: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أنبأنا وكيع قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. إسناده أيضا صحيح. إخوتي الكرام، في هذا الباب في قوله الحسن، نعم، أرد معك يا جنة، يا رب يرضى عنكم، لكم فضل عليها يطوقني. في قوله موت العالم صلمة في الإسلام لا يسدها شيء من مختلف الليل والنهار، موت العالم خطر عظيم، خطر داهم، موت العالم خطر داهم، لعموم قول الله دل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العالم صلمة في الإسلام، خرق لا يسده شيء ما اختلف الليل والنهار. ولذلك قلت لكم: إذا أراد الله بأمة خيرا لم يهلك عالما إلا وأخلف عليهم عالما. واذهب إلى التاريخ تجد عالما يموت وفي نفس العام الذي مات فيه يولد عالم آخر، مولد أنس بن مالك، مولد مالك بن أنس بعد موت مع موت أنس بن مالك، مولد الشافعي مع موت أبي حنيفة، فكل عالم يولد مع موت عالم. هكذا إذا أراد الله جل وعلا بأمة خيرا. أما إذا أراد بالدنيا إلى أفول وبالأمة إلى هلاك وبوار قبض العالم ولم يجعل له خلفا. قال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ومن سود الجاهل
هلك وأهلك. من سود الجهل هلك وأهلك. لذلك قال لا يسدها الحسن، قال لا يسدها شيء من اختلاف الليل والنهار، لأن حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، وحاجة الناس للعلماء أشد من النفس من الأنفاس، أشد من حاجتهم للأنفاس. والعالم يربي قلبك وروحك ويهتم أيضا ببدنك ويجرك جرا إلى ربه جل في علاه. وفي الحديث الثاني يقول عن وهب بن منبه قال كلمة من أعظم ما تكون، رد واحد الشريف كم أحبك في الله، جعلك الله دائما أخا كريما ناصحا أمينا، تفضل عليك برضوانه وأدخل عليك السرور، رد معك الشيخ شريف أحسن الله عليك حبيب. نعم من سود الجاهل هلك وأهلك الجاهل. يقول وهب بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. يقول مجلس يتنازع فيه العلم، بل أنا أقول مجلس يتنازع فيه العلم خير من سنة عبادة. مجلس يتنازع فيه العلم يذكر فيه الله جل في علاه، تذكر فيه الآيات والأحاديث، خير من عبادة سنة. كان أبو هريرة يقول مجلس واحد أجلس فيه تحت يدي زيد بن ثابت خير لي من أن أجاهد 70 عاما، خير لي من أن أجاهد 70 عاما. نعم هذه فائدة، الله يرضى عنك حنان. نعم نعم، فمجالس العلم مجالس الجنان، مجالس العلم تحوي الملائكة، ولذلك قال تحفهم الملائكة ويعرجون بأسمائه إلى ربهم جل في علاه. أنا أتشرف إلى ذلك، تعالى الوقف وتعالى وأنا تحت أمرك. ويذكرهم الله في من عنده. عليكم السلام وبركاته. فمجالس العلم مجالس الجنان تحفها الملائكة ويذكرهم الرحمن وهم في رحمة وسكينة. فهم من خير إلى خير. من الجزائر، أنا سآتي الجزائر، ما في لزاما لابد آتي الجزائر لزاما يعني. رضي الله عنك أيها الجزائري الطيب، كم أحب الجزائر وأهلها، حفظكم رب. لذلك يقول بقدر صلاة، بل أقول وعبادة العلم أفضل من قيام الليل، وعبادة العلم أفضل من صيام النهار، وعبادة العلم أفضل من إنفاق الصدقات، مع أنها نفع متعدد، ولأن أعظم الصدقات على الإطلاق صدقة العلم. إن شاء الله نتفق معا. أدهم لو أخذت الرقم من المشرفين وأرسلت إلي راسلتني، ننظر كيف يكون الأمر بإذن الله. فأقول إخوتي الكرام مجالس العلم مجالس الجنة، مجالس العلم تحفنا الملائكة، مجالس العلم فيه ما فيه من الخير، يذكركم الله في الملأ الأعلى والملائكة معكم تسددون وتوفقون. مجالس العلم يذكر فيه الله ويذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقرر المسائل. على الإنسان أن يكون كذلك، على الإنسان أن يكون كذلك مؤسسا مؤصلا للعلم حتى ينتفع الناس ويتعرفون حق المعرفة على ربهم جل في علاه. لذلك قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة. ابن وهب نفسه كان في مجلس مع مالك ثم اقتربت الصلاة فقام يتوضأ وهي نفسه للصلاة، قال أتحسب ما ذهبت إلي أفضل مما أنت فيه؟ أنت في مجلس علم، مجلس لا تتحرك. طبعا العالم والمتعلم ينتصفان الأجر، العالم والمتعلم ينتصفان الأجر.
وقال المصنف في حديث سفيان قال ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد تعالى به خيرا. يبقى هنا شوف في هذا الباب أن إذا أراد الله بعبد خيرا شغله بالعلم وشغله بمجالس العلم، أوقفه على مجالس العلم. هذا الخير كل الخير الذي يصل إليه الإنسان وهو أن يكون في مجالس العلم، لأن النبي قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولأن الله إذا أحب عبدا أعطاه لؤلؤته، وأعظم لؤلؤة ثمينة هو العلم، أن تكون مع أن تكون متعرفا عن ربك بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن تكون متقنا لأبواب العلم سواء في الأصول أو في القواعد أو في الفقه، أن تكون محدثا تعلم علم الحديث وتعلم كيف يعني تضاعف أو تصح، أو حتى تسير سير العلماء في معرفة التصحيح والتضعيف، وأن ترجح بين أقوال العلماء، وألا تكون مقلدا. التقليد ذهاب العلم، قال ابن عبد البر التقليد ذهاب العلم. طيب نحمد الله على ذلك ونسأل الله أن يجعل ذلك أخلاص لوجه الله الكريم. الفوائد المستنبطة: ليس مجلسا أنفع للأمة من مجلس العلم. ذهب العلماء بخير الدنيا والآخرة، ذهب العلماء وطلبة العلم بخير الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ هشام عمر يقول كلاما طيبا، كلام من ذهب، يقول خير الناس من ترك نفسه لك تزرع فيها الخير. نعم، وهذا قول ابن عباس قال بكم أكرم، بكم أكرم. أي نعم، الذي يعرض عن مجالس العلم الشيطان قد يتملكه. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ علينا ذلك. طيب إن شاء الله إحنا عندنا في الوقف الدروس في الوقف إن شاء الله نتقابل هناك، وأنا في الطريق، وأنا أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. اللهم اجعل منا كل صالح واجعله وجه خالصة وتجعل أهل فيها شيء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النبي قال في الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 عام. قلت ذهب الثالثة، ذهب العلماء بخيرات الدنيا والآخرة. رد الله عنك يا سماء، أحسن الله عليكم. ملهم أيها الصادق الأمين، رضي الله عنك حبيبي. يبقى الثالثة يعني العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.